السلام عليكم غزالات الفنات ديالي، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف ألف خير إن شاء الله، ويلقاكم بصحة جيدة ويحقق جميع الأمنيات ديالكم يا ربي. اليوم كيف ما كتشوفوا الفيديو غادي نتقاسم معكم التجربة ديالي لاستعمال ديال جيل البذور الكتان، اللي هذه صراحة أكثر من جوج ديال الأسابيع وأنا كنستعمله على شعري هكا فين ما كان بغي ندوش كنستعمله، وصراحة شعري لقى عليه واحد الفوائد كثيرة والزغبة ديال شعري تبدلات وولات. فطبعا بذور الكتان هي معروفة عند الكل وغنية عن التعريف وكل شي كيعرفها، تقدري تشري فيها الكمية اللي بغيتي، يعني ماشي بشرط انه ابتداء حتى من جوج دراهم راه تقدري تاخدي، واللي هي كتعطي فيها كمية كبيرة، وهي في الصراحة فعلا فعلا كترطب الشعر بواحد الطريقة اللي خيالية، اللي متقدريش زعما اللي ما عمرو جرب هاد لوجيل هذا راه غادي تبهر في النتيجة اللي غيعطيه هاد لوجيل هذا. ولكن المشكل اللي كاين انه بزاف ديال الناس كيستخلصوا هاد لو جيل عن طريق الحراره، يعني كيستخلصوه بطريقه خاطئه، اي انهم سواء كيكبوا عليه الماء طايب وكيخليوه يطلق، سواء انهم تيكبوا عليه الماء وكيخليوه يغلي لمده يعني مده طويله فوق النار، وهذا شيء اولا طريقه غلطه، فكيف ما كنعرفوا ان الحراره كتخليه يفقد بزاف ديال الفيتامينات والمعادن ديالو، اللي هي هذيك هي اللي فيها الفائده للشعر، الوغ كنقدروا نستخلصوه عن طريق الماء البارد فقط، ويحافظ لنا على جميع المكونات اللي فيه واللي غادي تفيد الشعر ديالنا عوض ما نستعملوا. فبالنسبه للطريقه ديالي انا اللي كنستعمل باش نستخرج هذا لو جيل هذا على الماء بارد، فكنحتاج هنا نصف كاس ديال بذور الكتان كيف ما كتشوفوا، وكنضيف عليها كاس كبير من الماء البارد فقط، هادو هما جوج المكونين اللي كنحتاجو، ما كنحتاجو لا عافيه يعني لا نار لا سخونيه لا حتى شي حاجه، كنخلطهم وكنخليهم في واحد الكاس ولا في واحد القريعه في الثلاجه لمده ديال يومين حتى 3 ايام على الاكثر، بين ما كيبان لينا هذاك لو جيل طلق مزيان. وكيف ما كتشوفوا فانا هنا استخرجت لو جيل سواء عن طريق صفايه هكا اللي كتكون عندنا اللي كنستعملوها في الكوزينه، اولا عن طريق واحد لي باموس اللي ما بقيناش كنستعملوها، نقدروا نكبوا هذاك الخليط في ديك ليبا ونبقاو هكا كنعصروا حتى نخرجوا لو جيل كله. فوالا كيف ما كتشوفوا فالطريقه جد سهله، وهنا كنحصلوا على واحد لو جيل اللي غني بالمعادن والفيتامينات، اللي هادو هما اللي غيفيدوا لينا الشعر ديالنا عوض ما نحصلوا على لو جيل اللي مطبوخ يعني على النار وفقد جميع المكونات اللي غيغطيو لينا الشعر ديالنا. فانا هنا غادي ندوز نطبقه على الشعر ديالي. اول حاجه كندير هو انني كنقسم الشعر ديالي على جوج، وواحد الحاجه اللي غنصحكم بها بزاف بزاف هو انه قبل ما توضعوا اي ماسك على الشعر ديالكم كيف ما بغى يكون، حاولوا انكم تفزقوه شويه بالماء، غير شويه ماشي بزاف، باش هكا تضمنوا ان الشعر ديالكم غادي يمتص هذاك لو جيل او اي ماسك حطيتوا عليه بواحد النسبه كبيره، فقد ما كان الشعر هكا فازق فهو كيمتص وكيتغذى اكثر. فوالا وكنبقى نشد خصله بخصله، وانا كنجبد وكان ماسي شعري بحال كندير الترطيبه ولا شي حاجه بحال هكا، فكناخد خصله بخصله طريف طريف باش نضمن انه هذاك لو جيل توزع على جميع الشعر ديالي، يعني كنبقى غاده هكا بشويه بشويه من الفوق يعني من الجذور حتى الاطراف، وكنعاون كذلك بواحد لابوس باش انني كنمشط الشعر ديالي باش كنضمن ان هذاك لو جيل راه دخلته للشعر ديالي كامل. وفي الاخير كنوضع الاطراف ديال الشعر ديالي، لاننا كنعرفوا ان الاخير ديال الشعر دائما كيكون ناشف ومتقصف بزاف، لانه ما كيكونش واصله التغذيه، ماشي بحال الفوق يعني الجذور عندنا كيكونوا متغذيين، فانا كنحاول نوضع كميه كثيره واوفر على الاطراف ديال الشعر ديالي كيف ما كتشوفوا، يعني كنحاول انني نغطو ونخليه يشرب مزيان، لان هادو هما اللي كنلقاو فيهم مشكل كثير. صافي كنسالي هاد الجهه وكنبدا الجهه الاخرى حتى هي كنفزقها كنمشطها وكنبدا نوضع لو جيل عليها،
وانا كنجبد وكنمشط، كنخليه تقريبا المده ديال ساعه حتى ساعتين ماكسيموم، وكنغسل الشعر ديالي عادي بشامبوان، يعني مني كنكون دايره ما كنحتاج لا ماسك لا ابخي شامبوان لا حتى شي حاجه. كاينه واحد لاستيس واحده اخرى، هو انكم تقدروا ديروه الا كنتو مزروبين كوم ماسك وانتوما في الدوش من مورا الشامبوان ديالكم من 10 حتى ل 15 دقيقه وتغسلوه، فحتى هو غادي يعطيكم واحد الترطيب مزيان شعركم. فوالا هنا غسلت الشعر ديالي، كيف ما كتشوفوا فان الزغبه طايحه والزغبه مرتاحه، لان فريمون تغدات عرفتي فيها واحد النعومه واحد الرطوبه راه ما نوصفش لكم. هنا من بعد ما خليت شعري ينشف واحد شويه، يعني غير هكا بالبرد دوزت عليه واحد شويه لابغوص، شويه ماشي بزاف، غير باش هكا ينشف ليا دغيا. وهانتوما كتشوفوا اللمعه اللي فيه وكتشوفوا الرطوبه اللي فيه، صراحه هاد لو جيل راه واحد النعمه كثيره، يعني اللي اول مره غتستعمل هاد لو جيل راه غادي تدعي معايا وغتنبهر فعلا بالنتيجه، فهو فعلا فعلا كيغطي الزغبه، ويعني كما كنقولوا واحد الثمن رخيص بزاف، راه تقدري انه تغدي الشعر ديالك وتكوني فرحانه به ويكون فيه ديك اللمعه اللي بغيتي وداك الرطوبه اللي بغيتي. فوالا هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون مفيد لكم، تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم، وان شاء الله الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، وهكا تسجلوا معايا في القناه، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جديده، علاش لا، خليت لكم الراحه ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم.